سموه كان أحد أكبر المساهمين للمبادرات المعنية بالقضاء على الأمراض المدارية المهملة في العالم، التي تشكل أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم، وتخليص الدول النامية وليست الإمارات، الدول النامية والفقيرة من تلك الأمراض زي شلل الأطفال والملاريا، مرض دودة غينيا، العمى النهري، داء الفيلاريات الليمفاوي. طبعاً ده كان بالتعاون والمشاركة مع الجهات الدولية المعنية. على مدار السنوات العشر الماضية قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ما يزيد عن 450 مليون دولار من أجل تحسين الأوضاع الصحية للشعوب حول العالم، وتوفير هذه المساعدات في صورة علاجات، رعاية وقائية، تدريب في المجتمعات التي تفتقر للخدمات الصحية الجيدة في كل دول العالم.